صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في تكملة حل كراسة بيت باي بيت المراجعة النهائية. ومعادنا النهاردة إن شاء الله مع مراجعة يونت 4 واللي هنبتديها في صفحة 55. تعال نشوف الاختياري اللي على الفوكابلري الأول. نمبر 1 بيقولي help turn the world into a small village، مين اللي بيساعد العالم إن هو يبقى قرية صغيرة؟ أكيد تكنولوجي، تكنولوجي اللي هي حبايبي التكنولوجيا. اللي بعدها نمبر 2 بيقول لي I looked at A to buy a laptop computer online، طبعا انا بصيت على ايه عشان اشتري كمبيوتر لابتوب اونلاين من على النت، فاكيد I looked at a website، وانا website يعني موقع على النت. اللي بعدها بيقول لي the knot makes it easy to talk to each other nowadays، من اللي بيخلي من السهل ان احنا نتكلم مع بعض يوميا ده بسميه الموبايل فون، موبايل فون. تعال نشوف نمبر 4 بيقول you can carry A in your bag، طبعا تقدر تشيل A في الشنطة بتاعتك، اكيد هقدر اشيل اللابتوب كمبيوتر، ما اقدر اشيل بروجرام ولا اقدر اشيل بانك ولا اقدر اشيل وايت بورد. نمبر 5 بيقول we use A to click on a computer screen، بنستخدم A عشان نضغط على شاشة الكمبيوتر، فاكيد بستخدم الماوس الفارة. نمبر 6 بيقول نورا has got A or N she always listens to her favorite songs on it، بتستمع للأغاني المفضلة بتاعتها عليها، فأكيد MP3 player. The next number 7 بيقول أحمد likes using his A to make video calls، عشان أعمل video calls فأكيد هستخدم A tablet. Number 8 I need a new for my mobile phone the old one is broken، القديم اتكسر فأكيد أنا عايز phone charger، for charger معنى شاحن تليفون. Number 9 we took many during the picnic yesterday، طبعا احنا اخذنا ايه كتير اثناء النزهه امبارح، اكيد we took many selfies، وانا selfies يعني صور selfies. Number 10 the captain of the ship gave to the sailors to sail along the sea، طبعا اكيد القبطان او الكابتن ده هيديهم التعليمات، والتعليمات اسمها instructions. تعال نشوف نمبر 11 بيقول don't give anyone your it's not safe، ده مش امن، يبقى ما تديش لحد الباسورد بتاعك يعني كلمة المرور. تعال نشوف نمبر 12 بيقول is the plants animals land sea etc around us، كل ده بسميه الحيوانات والطبيعة والنباتات اللي حوالينا بسميها nature، what's meant by nature يعني الطبيعة. Number 13 بيقول لي I have a lot of friends on Facebook، طبعا قلنا يكون صداقات اسمها made. The next you can go that website to look for cheap laptops، طبعا يدخل على موقع اسمها go onto، تاني go onto. The next the teacher asked a question and I put my hand to answer it، هرفع ايدي اكيد عشان ارد عليه او عشان اجاوب على السؤال، فيبقى put my hand up. تعال نشوف نمبر 16 on that icon to send a message، طبعا لما يبقى في ايقونه بعمل ايه تاب، والتاب دايما خاصه باللابتوب والفون لان التاب دي معناها يضغط عليها. The next number 17 بيقول after a long walk in the sun we sat a big tree to have a rest، طبعا اكيد قعدنا فين تحت الشجره، تحت دي اسمها under a big tree. The next the cat is standing next to the door، طبعا عارفين بجوار اسمها next to. Number 19 we have to the paper and give it to the teacher، طبعا هنعمل ايه في الورقة ونديها للمدرس؟ اكيد print، وكلمة print بمعنى يطبع. Number 20 بيقول a computer has got a screen a keyboard and a اكيد ماوس، وان ماوس احبابي بمعنى فارة. Number 21 the opposite of online is، طبعا عكس online هو offline، offline بمعنى غير متصل بالانترنت. Number 22 I asked my father to me some advice، اكيد انا طلبت من بابا ان هو يديني بعض النصايح اسمها give me some advice، وقلت لك خلي بالك ان كلمة advice اسم لا يعد، it's an uncountable noun يعني اسم لا يعد، ما ينفعش اجيب قبله an advice، لا بقول some advice ولو في السؤال بقول any advice. Number 23 you should keep your password، طبعا لازم تحتفظ بكلمة السر بتاعتك secret، what's meant by secret يعني سر. Number 24 the water which I put in the kettle began to، طبعا الماء اللي انا حطيتها في غلاتش اكيد بدأت تغلي، ويغلي اسمها boil. Number 25 make sure that has enough paper in it، طبعا مين اللي هيكون فيها ورقة كفاية؟ اكيد البرينتر اللي هي الطبعة. تعال نشوف يلا اسئلة الجرامر اللي كانت بتكلمني عن there is there are
وكمان كانت بتتكلم لي عن المضارع المستمر، قلت لكم يا حبايبي لو انتوا عايزين تراجعوا الجرامر كويس هتدخل على قائمه التشغيل وتجيب جرامر الصف الاول الاعدادي في الترم الاولاني، هتلاقي كل الدروس موجوده شرح كامل وكمان حل في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعال نشوف نمبر 1. بيقول there little water in the glass I need some I need more، يعني انا محتاج اكتر. طالما محتاج اكتر يبقى الميه اللي فيها قليله. طبعا هنا ببص الاول على الووتر، الووتر اسم لا يعد، واحنا قلنا حبايبي اي اسم لا يعد يعمل معاملة المفرد يبقى لازم اختار is. هنشوف نمبر 2. بيقول there any books on my desk، there any books on my desk. اول حاجه ببص على كلمه books، books ده اسم جمع، وطالما هو اسم جمع ما ينفعش isn't ولا ينفع كمان is. طب يا مستر بقى aren't وبقى are، اخد aren't ولا are؟ يعني اخد نفي ولا اثبات؟ قلت هبص عليه any يبقى اذا هختار aren't. اللي بعدها بقول are there any cars in the park، هقول no there، يبقى طبعا الاجابه بنفس الهيلبنج فيرب لانها شورت انسر، يبقى no there aren't. هدى on a new project at present، في الوقت الحالي. طبعا at present من علامات المضارع المستمر يبقى لازم اختار is working. look out، احترس، مضارع مستمر. a snake near you، يبقى لازم اقول is moving، is moving يعني اتحرك. careful when you cross the street، اكيد هقول be careful. يعني ايه be careful؟ خليك حريص. طب هنا مش بادئ ببي خلاص ما ينفع اقول be not؟ هقول لك لا طبعا، امال هقول ايه؟ يبقى always be careful. the next I exercises at the moment، طبعا قلنا هنا at the moment ده مضارع مستمر يبقى لازم اقول I'm not doing exercises، I'm not doing exercises. the next ناهد a video call on her mobile phone now، طبعا now مضارع مستمر يبقى لازم اقول is making، is making. the next the boys playing the garden at the moment، طبعا at the moment مضارع مستمر، طبعا الboys هنا جمع لازم اقول are. the water before you put the tea bag into the cup، بيقول لي اعمل ايه في الميه قبل ما تحط كيس الشاي في الفنجان، يبقى لازم هنا اقول boil. قلت يا حبايبي افعال الامر لازم تكون في المصدر. تعال نشوف يلا المستيكس. hello Sammy what are you doing now، طبعا قلنا ام اوز ار بي جو رافع الف اي ان جي يبقى لازم اقول what are you doing. the next listen، قلنا listen يا حبايبي من علامات مضارع مستمر يبقى the plane makes a loud noise، يبقى لازم اقول is making، is making a loud noise. the next بيقول there are any birds، طبعا قلت يا حبايبي any يعني ده نفي يبقى لازم اقول aren't، aren't. the next there are any people، طبعا هنا طالما جمله مثبته يبقى هختار some people، اوعى تقول any people. اللي بعدها the mechanic is repairing my car yesterday، طبعا قلت الميكانيكي بيصلح العربيه دلوقتي، طالما هو مضارع مستمر يبقى لازم اقول now. تعالى يلا نشوف نمبر 6. بيقول not shout I can hear you، يعني ما تزعقش انا اقدر اسمعك. طب هنا لازم في النهي ببدا بكلمه don't، ما بدأش بنوت، فإذا هقول don't shout، don't shout يعني لا تصيح. تاني don't shout معناها لا تصيح. the next بولي to put your hand up to ask a question، طبعا أنا حبيبي الأمر بيبدأ بفعل في المصدر ما ينفعش أجيب قبله to، فإذا هقول put. تاني هقول يا حبيبي put. the next always tell people your password، طبعا هنا بيقول لي قول للناس ده كلها، يعني دايما قول للناس على الباسورد بتاعك. طبعا ده مش معقول، انا المفروض ابدا بنيفر، يعني اوعى تقول للناس على الايه على الباسورد بتاعك، فالمفروض بدل always ابدا بكلمه ايه نيفر، فاقول never tell people about your password. تعال نشوف يلا تيست 4. هنسمع الليسننج الاول وبعد كده نجاوب على الاسئله او نختار. بيقول لي Marwa loves nature she doesn't like being in the house she likes going to the park she likes walking and watching trees animals flowers and insects all round. تعال نشوف نمبر 1. بيقول لي Marwa likes، طبعا شكل ما شفنا ان Marwa likes nature، قلنا nature بمعنى الطبيعه. اللي بعدها بيقول لي Marwa doesn't like being in the، طبعا هي ما بيحبش تكون فين، يا رادر في النيتشر ولا في الجاردن ولا في الهاوس ولا في الورد، طبعا هو قال لي انا ما بتحبش تقعد في البيت يبقى هاوس. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول لي Marwa likes watching، طبعا Marwa بتحب تشاهد ايه؟ مدينة فلاورز الزهور ولا تريز الاشجار ولا انيمالز الحيوانات ولا all of these، طبعا احنا شفنا ان هي بتحب تشاهد كل ده يبقى all of these. طيب اللي بعدها بيقول لي Marwa likes walking in the، بيقول لي مروه بتحب المشي فين؟ يا ترى في الستريت ولا في الهاوس ولا في البارك ولا في الروم؟ طبعا شكل ما شفنا ان هي بتحب المشي في البارك. تعال نشوف يلا الديالوج بتاعنا. منال بتكلم نرجس فمنال بتقول لها هاي نرجس، اتس منال معاكي منال،
فتلا اوه هلو منال، اهلا يا منال، وات ار يو ايه؟ قالت لها اي ام ايه ماي ماذر ان ذا كيتشن. طبعا اكيد بتقول لها ماذا تفعلين. طيب اجيب تفعلي ازاي؟ دو ولا دوينج؟ حاولك تجيب دوينج. ليه يا مستر؟ قال لها عشان في هنا ار وام واز وار بيجوا وراها فيرب بلس اي ان جي. فمنال بتقول لها ام ايه ماي ماذر ان ذا كيتشن، اكيد هتقول لها انا بساعد، يبقى ام هيلبينج تاني. I'm helping my mother in the kitchen، يعني أنا بساعد ماما في المطبخ. فنرجس بتقول لها What are you cooking؟ قالت لها We're cooking spaghetti. فأجيب بتقول لها ماذا تطبخون؟ طب الفعل فينا في ING، فإذا يجي بعد أداة الاستفهام am أو is أو are، فبالتالي هتقول لها What are you cooking؟ تاني What are you cooking؟ فبتقول لها منال We're cooking spaghetti، فبتقول لها Wow I know how to eat it well. طبعا اكيد هتقول لها انا عارفه ازاي انا بعمله، بصنعه، يا اما بطبخه يا اما بصنعه. يبقى ممكن اقول واو اي نو هاو تو ميك ات ويل، يعني ازاي اعمله، اور كوك ات ويل، ازاي اطبخه. فبتقول لها هو تولد يو تو كوك ات، مين اللي علمك تطبخيه؟ قالت لها ماي ماذر. فبتقول لها كان يو تيتش مي هاو تو كوك سباجيتي؟ قالت لها يس اوف، اكيد يس اوف كورس، يعني نعم بالطبع. تاني yes of course، يعني نعم بالطبع. تعال نشوف يلا القطعة بتاعتنا. بقولي hello I'm إسراء، أهلا أنا إسراء. I want to write about my mobile phone، أنا عايزة أكتب عن الموبايل فون بتاعي. It's a modern and expensive one، يعني هو حديث وكمان غالي. I got it from my parents، يعني حصلت عليه من والدي. On my birthday last week، في عيد ميلادي الأسبوع الماضي. I like it very much، يعني أنا بحبه جدا. I always keep it in my bag، يعني دايما بحتفظ بيه في الشنطة بتاعتي. It has got a calculator، ده فيه آلة حاسبة. So I sometimes use it at school، أحيانا بستخدمه في المدرسة. I use it to call my friends، يعني أنا بستخدمه عشان أكلم أصدقائي. يبقى هنا لازم أشوف إيه دي عايدة على إيه، أكيد هتبقى عايدة على الموبايل فون. It has got a camera، يعني فيه كاميرا كمان. I take selfies، يعني أنا باخد صور سيلفي. With it all the time، طول الوقت. I also go onto the internet، يعني بدخل على الإنترنت to get information about my study. Isn't it fantastic؟ يعني أليس رائعا؟ طب تعال نشوف نمبر 1، بولي where does إسراء keep her mobile phone؟ طبعا شكل ما شفنا فوق قالت لي I keep my mobile phone in my bag، فبالتالي لما أجي أجاوب هقول in her bag، in her bag يعني في شنطتها. طب تعال نشوف السؤال التاني، بولي when did she get her mobile phone؟ يعني حصلت عليه إمتى؟ أكيد هقول on her birthday last week. تاني on her birthday يعني في عيد ميلادها last week، on last week يعني الأسبوع الماضي، last week يعني الأسبوع الماضي. طب تعال نشوف number 3، بقولي do you have a mobile phone؟ what do you do with it؟ يا ترى أنت معك موبايل فون ويا ترى بتعملي بيه؟ طبعا أكيد هقول yes I do، yes I do يعني أيوة أنا معايا موبايل فون. طب بتعملي بيه؟ هقول I call my friends، I call my friends يعني أنا بكلم بيه أصدقائي. تاني I call my friends يعني أنا بكلم بيه أصدقائي. تعال نشوف كده الـ choices بتاعتنا، بقول we can use a calculator when we study، يعني أنا بقدر أستخدم الآلة الحاسبة لما بذاكر إيه، أكيد بذاكر الماث الرياضيات. اللي بعدها بقول the mobile phone is very aid to إسراء، طبعا أكيد هنا ومفيد لإسراء فبالتالي هقول useful. The next بقول the underlined pronoun it refers to، طبعا شكل ما قلنا إن it دي عايدة على الموبايل فون. تعال نشوف سؤال الاختياري، بقول schools use the latest means of aid these days، طبعا بقول إن المدارس تستخدم أحدث وسائل إيه هذه الأيام. طبعا يا ترى سيلفي، صور سيلفي، ولا تكنولوجي، تكنولوجيا، ولا ديكشنري القاموس، ولا شوبس، أكيد تكنولوجي يعني أحدث وسائل التكنولوجي. نمبر 2 بقول please give me your mp3 I want to listen to a song، طبعا شكل ما احنا عارفين ان هو اسمه mp3 player، طبعا اللي هو مشغل الأغاني. طب تعال نشوف نمبر 3، بقول ايه mistakes you may lose some marks، بقول ايه الاخطاء انت ممكن تفقد درجات. طبعا يا ترى هقول make mistakes يعني ارتكب اخطاء، ولا never
طبعا نيفر لازم عشان امر يجي وراها فعل، وهنا مفيش فعل وراها دونت برضو من نفس الكلام، يبقى اكيد هقول نيفر ميك ميستيكس. نيفر ميك ميستيكس يعني ما ترتكبش اخطاء. يو ماي لوز سام ماركس، ربما تفقد بعض الدرجات. نمبر 4 بيقول لي ذير سام بريد ان ذا فريج، بيقول لي يوجد بعض الخبز في الثلاجه. طبعا هنا قلت لازم ابص على البريد الاول، البريد ده اسم لا يعد، طالما اسم لا يعد يبقى اذا راحت ار وراحت كمان ارنت، بقى لي از وازنت، اللي هيحكم از ولا ازنت هو نوع الجمله. طب الجمله دي مالها؟ قال لي جمله مثبته، فبالتالي لازم اختار از، ما ينفعش اختار ازنت عشان في سام يعني دي جمله مثبته. طيب تعال نشوف نمبر 5، بيقول وي اولويز تيك اي بتوين ليسنز ات سكولز، بيقول احنا بناخد ايه بين الحصص في المدرسه، يا ترى هوبيز هوايات ولا باسوردز كلمات مرور ولا فريندز اصدقاء ولا بريكس؟ اكيد بناخد بين الحصص بريكس يعني او اطراحه او فسحه. اللي بعدها بيقول لسنائي ا نيو دريس ناو، بيقول لسنائي فستان جديد الان، يا ترى ميكس تصنع ولا ميكينج ولا از ميكينج ولا تو ميك؟ طبعا هنا هشوف على كلمه ناو، وناو من علامات المضارع المستمر، وطالما من علامات المضارع المستمر فبالتالي بختار از ميكينج. طبعا هنا لازم الاحظ ان المضارع المستمر مش بيتكون بس من الفعل في ان جي، لازم يكون قبل الفعل في ان جي ام اور از اور ار. طب تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي ذا اي يو جيف مي واز فيري يوسفول، بيقول لي الاي اللي انت اديته لي كان مفيد جدا، يا ترى ذا ادفايس النصيحه ولا ذا نيتشر الطبيعه ولا ذا advice ينصح ولا بارك؟ اكيد the advice، advice اللي هي النصيحه، وخلي بالك بالسي لان ده الاسم، اما advice دي معناها ينصح وده فعل. طيب تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي مستر سمير gave us some A to help us write a paragraph، بيقول لي ان مستر سمير ادانا بعض الايه عشان نكتب الباراجراف، يا ترى ادانا passwords كلمات مرور ولا icons ولا ايقونات ولا instructions تعليمات ولا hobbies؟ اكيد ادانا instructions يعني تعليمات. طب تعال نشوف نمبر 9، بيقول I put the food on the cooker، يعني انا حطيت الاكل على البوتاجاز، قلنا كوكر يا حبايبي هنا مش معناها طباخ، معناها بوتاجاز، but I forgot to turn it a it's cold، ده بارد. طبعا بيقول لي انا حطيت الاكل على البوتاجاز، جميل، طب وبعدين نسيت ايه؟ نسيت اعمل ايه بقى؟ يبقى نسيت ايده لان هو مازال بارد، فبالتالي هقول I forgot to turn it on it's cold، انه بارد. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي I ate some water in the kettle to make tea، طبعا هعمل ايه في الكتل؟ اكيد هغلي الميه، فبالتالي هقول I boiled some water in the kettle to make tea. تعال نشوف المستيكس، يلا بولي there is any oil on the road don't drive fast، ما تسوقش بسرعة لأن في بعض الزيت. طبعا هنا طالما دي جملة مثبتة ما ينفعش أجيب any، طبعا مكان any هجيب some، طبعا عارف إن some بتيجي في الجملة المثبتة وإني بتيجي في الجملة المنفية. طب تعال نشوف نمبر 2، بولي the policeman looks for the thief now، طبعا هشوف هلاقي كلمة now، وناو طبعا من علامات المضارع المستمر، فبالتالي هقول the policeman is looking، تاني the policeman is looking. حبايبي لو جاب لي كلمة police بس من غير man فبعملها جمع فبقول are looking، أما لو قال لي policeman هقول is looking. The next بيقول لي do use this kettle it's dirty، بيقول لي هي متسخة، يبقى إذا هقول له ما تستعملهاش، ما تستعملهاش يعني don't use. Don't use مش do use. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي are there any tea in the cup، يعني هل يوجد أي شيء في الفنجان؟ طبعا هنا الشاي اسم له يعد، وطالما اسم له يعد فبعمله شكل المفرد فبالتالي ياخد is، فإذا هقول is there، تاني is there. الباراجراف بيقول لي write a paragraph of 80 words on، بيقول لي اكتب باراجراف من 80 كلمة عن، وقال لي how to stay safe online، how to stay safe online يعني ازاي تخليك آمن على الانترنت او انت متصل بالانترنت. طبعا هنا الباراجراف شكل ما قلنا لازم اسيب اندنت في الاول، يعني اسيب فراغ بسيط كده عشان ابين له ان انا بعرف اكتب باراجراف. هبدا طبعا ازاي احافظ على الامان وانا متصل بالانترنت، فهبدا بميني بيبل لايك تكنولوجي، هبدا بكلام عام واقول ان كتير من الناس بتحب التكنولوجيا. They like to go online يعني بيحبوا يدخلوا على الانترنت. Sometimes they make new friends، واحيانا بيعملوا اصدقاء جداد او بيكونوا اصدقاء جداد. They like playing games with them، بيحبوا كمان يلعبوا العاب معهم. Some people are worried when they go online، بعض الناس بتبقى قلقانه لما بتدخل على الانترنت. They never make friends with people they don't know،
يبقى إذن عمرهم ما بيكونوا صداقات مع ناس ما بيعرفهمش. They keep their password secret. يبقى you must keep your password secret. مفروض إن إحنا نحافظ على كلمات المرور السرية. They don't send photos to people they don't know. يعني ما بيبعتوش صور لناس مش عارفينها. They don't tell anyone their personal information. ما بيقولوش المعلومات الشخصية بتاعتهم لأي حد كده. They always ask their parents and teachers for help. يعني دايما بيطلبوا من أبائهم ومعلمينهم المساعدة. They don't answer a phone. يعني ما بيردوش على التليفون. From anyone they don't know. يعني بيردوش على التليفون لأي حد هما ما يعرفوش. You should always try to stay safe online. والمفروض ان انت دايما تحافظ على أمانك وانت بتدخل على الانترنت او بكون متصل على الانترنت. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبايبي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك بقية الحلقات مع بقية حل كتاب بيت باي بيت المراجعة النهائية. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.